اهلا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده الحلقه انتوا عارفين انا قد ايه بحب حلقه كل يوم اتنين. ليه بقى؟ عشان بقى ننزل فيها كتير بقى مع بعض، نقعد كده نتكلم فيها كتير كده، نشوف بقى كل التطبيقات بتاعتكم. وزي ما انتوا عارفين كده ان دايما بينزل بوست على صفحه البرنامج سنه اولى طبخه على الفيسبوك والانستجرام، كمان ان انتوا تنزلوا اي سؤال، اكتبوا اي حاجه، تنزلوا صور تطبيقاتكم كلام يعني وكده. المهم بقى النهارده حلقتنا بقى تبقى عامله زي انتوا عارفين انا بحب قوي بقى اي ترند. اه يا جماعه، البوست اهو ده بوست الفيسبوك صح؟ اه، ده اكتبوا بقى عليه اي سؤال ونزلوا كل تطبيقاتكم واكتبوا اي حاجه انتوا حابينها وان شاء الله هنقراها في الحلقه. الانستجرام بقى كمان هينزل. ده بوست ده الفيسبوك ده صح؟ لا ده انستجرام. اه لا معلش، بس ما بشوفش من بعيد. ماشي خلاص، اكتبوا بقى اي حاجه انتوا عايزينها. وانتوا عارفين ما كملتلكوش الحكايه ان انا بحب الترندات قوي، والله اشوف الترند فين واروح كده. ليه بقى؟ الفكره في ايه؟ ان انا بس ببقى عايزه اشوف والله هو يستاهل، هو يستاهل برضه انه يبقى جامد قوي كده وانه يبقى ترند. واحنا يعني اتكلمت معاكم زمان قوي، الترند دي اللي هي تبقى حاجه خلاص معروفه كده في كل البلاد والناس بتبقى معجبه بيها قوي، فانا ببقى عايزه بس اشوف كده انت تستاهل يا ابني ولا ما تستاهلش، ولا انت اصلا كاكله كده تستاهلي كده ان انت تتعرفي ولا لا. النهارده ممكن قوي تبقوا سمعتوا عنها، هنعمل ترند كيكه جوز الهند. عارفين انتوا كيكه جوز الهند منتشره قوي على الانستجرام على فكره. كيكه كده بتتعمل بجوز الهند وقلبها، بيعملوا خليط سايل يحطوا فيه حليب مكثف محلى ولبن ويمسكوا كل قطعه ودب دب يغطسوها كده ويجرقوها، ولازم يعني تتشال في الثلاجه كام ساعه. حلوه فكرتها، عجبتني. لو احنا جينا كده فكرنا في فكره الترند دي ايه، يعني ان انا امسك قطعه كيك وتتغمس. بس هنشوف في الاخر فعلا هل هي طعمها يبقى حلو ولا لا، خصوصا ان هي مقاديرها زي مقادير اي كيك، كيكه جوز هند عاديه خالص، لكن فكرتها في خليط التغميس اللي هو بيكون عباره عن حليب المكثف والحليب. فانا بقى متحمسه للترند كده النهارده، وتعالوا بينا يلا نبدا الحلقه بتاعتنا. قبل ما نبدا اقول لكم على الرقم بتاعنا 0238352227، ولو رقم دوري هنزود قبل الرقم 00202 وبعد كده الرقم. يلا بينا ننزل بمقادير الكيكه بتاعتنا. ترند الكيكه البارده، عندي 4 حبات من البيض، نص كوبايه من السكر، انا مقلله هنا كميه السكر شويه هقول لكم ليه، كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الزيت، معلقه صغيره من الفانيليا، كوبايتين من الدقيق، كوبايه الا ربع من جوز الهند الناعم، معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. دي مقادير الكيك. علشان بقى نعمل خليط التغميس هيكون عبارة عن حليب مكثف محلى وحليب عادي، لبن عادي خالص، كوباية من هنا على كوباية وربع من هنا، أو يعني كوباية من الحليب المكثف ومعاهم كوباية من اللبن العادي. وعلشان بقى بعد ما نغمزها كده هم بقى يعني عملوا إيه، حطوها في جوز هند علشان تكون متغلفة كده بجوز الهند. فكرتها ظريفة، فكرتها حلوة، خصوصا الناس اللي بتحب جوز الهند، فأعتقد ان هم هيعجبوا بيها قوي. الخلاط بقى، نفتح كده غطى الخلاط ونشوف خطوات الكيكة بتاعتنا ايه، اللي هي زيها زي اي خطوات على فكرة. هننزل بالبيض بتاعنا، 4 حبات كده من البيض. السكر انا ليه مقللة السكر هقول لكم ليه. هم لما عملوها كانوا حاطين عليها كوبايه من السكر، وفي كمان ناس تانيه حاطه كوبايه وربع، كتير شويه. ليه؟ علشان احنا هنستخدم خليط التغميز والحليب المكثف المحلى ده بيكون فيه نسبه مش قليله من السكر، يعني هو بيكون كطعم طعمه مسكر، فانا حبيت ان انا اقلل كميه السكر. تمام، هنزل بنص كوبايه من السكر، وطبعا فانيليا. وزي ما احنا عارفين ان اي خطوه كده في الكيك اول خطوه بتتعمل بتكون ايه، ان احنا نضرب البيض مع السكر كويس لغايه ما لونهم يفتح معانا. يلا بينا نضربهم كده مع بعض. بسم الله. شايفين خليط اللون يفتح ازاي؟ ضروري قوي ان هو يفتح معانا، معنى كده خلاص ان السكر اهو حلو قوي. بصوا شايفين اللون بدا يفتح خلاص كده، معنى كده ان السكر بدا ان هو يدوب. ضروري قوي الخطوه دي يا جماعه عشان الكيكه ما يطلعش فيها حبيبات من السكر. خلاص هفتح بقى كده، وهنزل بنص كوبايه من الزيت، ممكن على فكره تحطش كوبايه الا ربع عادي.
تمام، وكوبايه من اللبن. مش عارفه عندي احساس كده ان الكميه دي اكتر من كوبايه، مش عارفه احساسي كده بس خلاص كفايه. لو احتجت تاني كده ممكن نزودهم ونضرب. شكرا، مش عايزه اكتر من كده. هي اهم حاجه في الضرب ضرب البيض مع السكر، بعد كده خلاص الزيت واللبن هي ضربه كده وخلاص على كده، مش عايزه حاجه يعني تانيه. هعمل ايه بقى؟ هجيب البوله بتاعتي، مش عايزه الخلاط ده، احنا ممكن بقى نوسع على نفسنا كده. هعمل ايه؟ هجيب كميه الدقيق بتاعتي، طبعا منخول الدقيق ده يكون منخول، ما بلاش نكروت الخطوه دي علشان بتفرق قوي والله في النتيجه. نزلت بالدقيق يا رباب وجوز الهند كمان يا رباب. الو ازيك؟ الحمد لله، انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبك يا رباب. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 13 سنه. رحتي المدرسه ولا لسه؟ لسه لسه ما فتحت لنا يعني. لسه ايه؟ لسه ما يعني لسه ما اشتغلتش. لسه ما بدأتش. انت متحمسه يا رباب للمدرسه صح؟ مبسوطه يعني؟ اه بحبها قوي. ايش يا رباب، هصدقك، هحاول اصدقك. ممكن اطلب منك صلاه؟ اه طبعا تأمريني طبعا. عايزاك تكلمي اختي. يا سلام، اديني اختك. ماشي ثواني. ماشي مستنيه براحتك. الو ازيك؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الله يخليك، انا بحب حضرتك جدا. الله يخليكي والله، كلك ذوق والله. انت حد قمر جدا والله. الله يخليكي، الله يخليكي، كتر خيرك، كلك ذوق والله. ربنا يحفظك. الله يخليكي، الله يخليكي، شرفتيني ونورتيني. بصوا بقى، ضربنا البيض مع السكر، نزلنا باللبن والزيت، اديناهم ضربه، الدقيق كوبايتين وكوبايه الا ربع من جوز الهند ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح، ممكن قوي. بعد ما نقلب كده الاقي ان بصوا مش عارفه خليط، الخليط سنه يتقل سنه معايا، محتاجه ان هو يتقل سنه. مفيش مشكله خالص، عادي ان في خليط الكيك نلعب شويه في المقادير، بس اللي هو ايه، تزودي معلقتين ثلاثه من الدقيق، معلقتين ثلاثه اربعه من اللبن مش مشكله، لكن مثلا ما تبوظيش المقدار، ان انت مثلا تزودي كوبايه من اللبن او كوبايه من الدقيق، لا مفيش مشكله خالص ان انت تفضلي كده تزودي واحده واحده اهو. بصوا انا هحط معلقه وادي معلقه الثانيه، بلاش نخلي خليط الكيك يكون تقيل بزياده. ليه بقى؟ السبب ده اللي بيخلي الكيكه بتاعتك تطلع مكبوسه معاكي، تمام؟ فلازم تكون حلوه قوي كده، انا مش عايزه اكتر من كده. اهو. يا ساره، عايزين صينيه بقى يا ساره بقى. ايوه يا شيخ علاء. ازيك يا ساره؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ بحب حضرتك قوي. الله يخليك يا ساره والله، كتر الف خيرك والله. انا وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبه قلبي، وانت طيبه. ليا طلب عندك يا شيف الاء. اتفضلي اموري. ممكن تخلي كل اللي بيتفرجوا عليكي يدعوا لي ان ربنا يرزقني بالسريه الصالحه؟ انت متجوزه من امتى يا ساره؟ بقالي سنتين. ان شاء الله ربنا يرزقك بالذريه الصالحه المعافاه ان شاء الله باذن الله يعني. ويا ساره ان شاء الله لما ربنا يرزقك تكلمينا تفرحينا كلنا بقى ان شاء الله. ايه رايك؟ ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبه قلبي، ربنا يرزقك ان شاء الله. اي حد كده بيتفرج كده في سره يدعي لساره ان شاء الله ربنا يرزقها بالذريه الصالحه المعافاه باذن الله ان شاء الله. بصوا بقى، انا مفيش صينيه اكبر من دي يا جماعه شويه. طب الخليط ده يستحمل ان هو، لا طب معلش عشان برضو ايه، يا سلام كده لو تطلع معانا كده على الهوا. هنحاول، انتوا عارفين انا من الناس اللي ما بحبش ان انا ادهن بزيت خالص، بس هو خلاص مش قدامي الا زيت، فايه بقى، بصوا هنزل بنقطه من الزيت. ليه انا مش بحب ادهن بزيت؟ علشان الزيت بيتحرق بسرعه، بيدي لون بسرعه، ما بيستحملش الحراره العاليه على فكره في الفرن. فايه بقى يا سهى؟ السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ ازيك يا سهى؟ والله العظيم وحشتيني، انا برن عليكي بقالي كام يوم بس مش عارفه اوصل لك والله. ده انت يعني، ده انت منوراني قوي على فكره. عايزه اقول لك ان نورك انت يعني بصي منور الدنيا كلها. يا شيخه كتر خيرك والله، بتكسفيني يا سهى والله. ما بقول لك كده مجامله، والله ما بقول لك كده مجامله يا شيخه. كتر الف خيرك. وعايزه اقول لك ربنا يرضيك ويحسن ما بين ايديكي، كل حلقاتك جميله جميله جميله. الله يخليكي.
وكيكه جوز الهند اللي بتعملها حضرتك دلوقتي تحفه يا حبيبه قلبي. جربيها بقى يا سهى وان شاء الله هتبقى حلوه قوي. ان شاء الله هجربها وهقول لك طلعت معايا ان شاء الله. كلميني وقولي لي رايك فيها ايه. ماشي ان شاء الله. عايزه اقول لك وحشتيني وربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يخليكي. الله يخليكي. عايزه اقول لك كل سنه وانت طيبه. انت طيبه كل حبايبك. وانت طيبه يا سهى. كتر الف خير. ربنا يديك الصحه. انا لسه اكلمك بقالي كام يوم بس يا ربنا ما قربش الخط ما جمعش. انت كل يوم يا سهى تنوريني في اي وقت. ده نورك. استنى مكالمتك كل يوم. الله يخليك يا سهى. نورتيني والله. نورتيني يا سهى وكتر الف خيرك لذوقك ومكالمتك اللي هي بتبقى بتفرحنا على طول والله. طيب بصوا بقى قبل ما نروح لفاصل انا حطيت عجينه الكيك اهي. بصوا ممكن بس ايه معلش خبطه خبطه بسيطه قوي تمام. وبعد كده هندخلها فرن سخن على درجه حراره 180. الفرن يا جماعه يكون شغال من تحت بس اهو. ونقول لها باي باي بقى. باي باي عشان بس الفرن ما يبردش. تعالوا بينا نروح لفاصل صغير وبس كده. استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفاصل. اللي لسه فاتح احنا بنعمل النهارده ترند. ترند الكيكه البارده كده اللي هي كيكه جوز الهند بتتغطس كده في خليط حلو قوي. دخلتها على الفرن تمام. طيب احنا عاملين واحده جاهزه هي بتبقى عاليه. مش هضحك عليكم هي بتبقى عاليه انتوا هتشوفوها. ايه بس معلش اتعملت كده في صينيه اكبر شويه خلاص فطالعه ايه يعني رقيقه كده شويه. بس انتوا في البيت تعملوها في صينيه اصغر. ليه بقى؟ علشان هتتغطس. هتتغطس في الخليط اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بصوا لي بقى كده. يلا بينا. بتبقى اعلى من كده. عملوا ايه بقى؟ انا هعملها لكم زي ما هم عملوها بالظبط. قطعوها كده بسم الله مربعات. تمام. زي ما احنا اهي هلفها لفه كده اهو. بتبقى كبيره كده بس بتبقى ظريفه قوي على فكره حلوه. اصلا خليط التغميس اللي انا هعمله معاكم ده جامد قوي بالشكل ده. يلا هنعمل ايه بقى؟ نجيب كده بوله حلوه كده نخليها كده نخليها هنا. جهز بقى حاجتنا بقى خلاص. ونجيب برده كده حاجه كده علشان ايه نحط جوز الهند فيها. كده اشياءنا جنبنا. هنزل بجوز الهند. يا ام ابراهيم يا ام ابراهيم. الو ازيك يا ام ابراهيم؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامله ايه؟ تسلم ايديكي وعينيكي في كل اللي بتعمليه. الله يخليكي والله كل ذوق والله. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. انا ليا طلب عند حضرتك. اموريني. ما يمرش عليكي ظالم. دلوقتي انا كنت عايزه اعرف طريقه عمل شوربه الماجي في البيت. حاضر. المكعبات قصدك يا ام ابراهيم؟ المكعبات طبعا. طب انت عارفه يا ام ابراهيم ان انا عملتها كده من حوالي 3 شهور كده. عملناها مع بعض من زمان. انت عارفه كده؟ ايوه بس حضرتك معلش الوصفه معلش بعدين. عينيا. لا ده انت تأمريني. وهقول لحضرتك على حاجه. هقول لحضرتك على حاجه. ممكن حضرتك تكتبي على اليوتيوب مكعبات الاء الجبالي سنه اولى طبخ. ليه بقى يا جماعه؟ انا بخليكم تشوفوا الحلقه ليه؟ لان انا همسك الورقه كده وهطلع الموبايل ولا اي حاجه هقول لكم المقادير. مش قصه انا مش هتعب في حاجه والله. بس طول الحلقه انا بقول لكم على تكات ضروري. انا مش هممني ان انتوا تسمعوا المقادير قد ما تشوفوا الوصفه بتتعمل ازاي. خلاص حضرتك تكتبي مكعبات مش عارفه يا نوريا كانت اسمها ايه بالظبط. مكعبات مرقه الخضار. مكعبات مرقه الخضار الاء الجبالي سنه اولى طبخ بي ان سي. هتظهر لك الحلقه اتفرجي عليها وهتبقى ان شاء الله حلوه قوي معاكي يا ام ابراهيم والله. وتأمريني في اي وقت. بصوا بقى خليط التغميز. بصوا بقى هنزل بايه بقى؟ بالحليب المكثف المحلى اهو. طبعا انا جايبه سباتولا ليه بقى؟ عشان مش عايزين ايه مش عايزه اسيب حاجه بصراحه اهو. خلاص احنا عايزين في مره اعمل معاكم الحليب المكثف على فكره. وهنزل بشويه لبن وهو ده يبقى خليط التغميز بتاعي تمام. نجيب كده ويسك
وهنقلب الكلام. ممكن على فكره تنزلوا بنقطه فانيليا عليه برضو، مش هتقول لا، بس انا ما حطيتش فانيليا بصراحه. خلاص بس كده ماشي، شكرا. احنا بقى عايزين نعمل ايه بقى؟ احنا عايزين يا ام ملك، ام ملك عايزين كده حاجه عشان نطلع كده الكيك عليها. يا ريت، اه يا ريت والله لو تجيبوا لي كده شبكه يبقى حلو قوي يا ام ملك. طب يا ام ملك كلمينا تاني يا ام ملك بعد اذنك. طيب بصوا بقى، بصوا بقى انا هعمل ايه. هناخد كده كل قطعه كيك، بصوا بقى الحلاوه دي، هنزل كده طبعا الكيك ما يكونش سخن، تمام، هحطها كده كيف بس كده ايه معايا، عايزينها تشربها بقى، اه تتغطس كده. بصوا اصلا هتبقى كيكه غنيه جدا على فكره، الحليب المكثف المحلى اصله يعني ايه بيخلي الطعم غني جدا. واروح حطاها في جوز الهند وخلاص على كده. الفكره في ايه بقى؟ هقول لكم انا الفكره في ايه بس بعد ما اغطسها. الفكره ان هما بعد ما بيعملوا الحركه دي بي بي بيغطوها ويروحوا حاطينها في الثلاجه بتاع 4 ساعات كده، فما تيجي تاكليها بتحسي ان هي ايه عامله كده محشيه كده بحشوه بودنج، بتبقى ظريفه جدا في الاكل. بس اهم حاجه بصوا تتغطس كويس اهي، تشرب، عايزاها تشرب كده الخليط ده وتتغمس في جوز الهند اهو. هي دي الفكره. ال ال الوصفات الترندات شكلها جميل قوي على فكره. الوصفات بتاعت الترندات هي كخطوات عاديه على فكره، وكمقادير برضو بسيطه وعاديه، بس هم الفكره في ايه اللي بيخلي الاكله ترند؟ ايه الفكره بتاعتها؟ يعني ايه ان انا اقطع كيكه واعمل كده خليط التغميس بيكون عباره كده عن حليب مكثف محلق ولبن، احنا ما سمعناش عنها قبل كده، بس هي في المجمل كده عاديه، ايه المشكله؟ لكن لا، هي كفكره ظريفه، هي دي اللي خلت على فكره الاكله تكون ترند، وممكن يبقى طعمها على فكرة. انا مش بتكلم على دي، انا يا داليا بتكلم عموما يعني. يا داليا السلام عليكم. ازيك يا داليا؟ عليكم السلام. الله يسلمك يا ابل اسف، هلا عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا حلوه الحمد لله. يا رب. انا بحبك. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليكي والله، كتر خيرك يا داليا. بتابع كل حلقاتك وبحبك موت والله، يعني ده انت كلك ذوق على فكره. الله يخليكي يا ست هلا. ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا. عايزه طريقه البطاطس الشيبس اللي انت عملتها قبل كده من اسبوع. عينيا الاثنين، حاضر. ممكن تقوليها لي بقى في الحلقه؟ ده حالا هقولها لك. حاضر حاضر يا داليا. العفو، عفو يا داليا، نورتيني. فيا جماعه حته ان الاكله تبقى ترند دي بتبقى الفكره. يعني مثلا اقول لكم على حاجه، اصل الاكله دي مأثره فيا قوي. حاضر يا استاذ مهاب، اقول لهم بس على القصه المؤثره فيا قوي اللي هي ايه بقى. فاكرين يا لهوي على الترند بتاع الطماطم والجبنه المشويه؟ ايه ده اوفر، لا مش ممكن يعني، ده في كل البلاد، ده في كل البلاد انتشر قوي. وانا لما عملته وصورته عندي زمان كان بتاع 6 سنين كده، انا الوحيده اللي قلت عليه مش حلو او مش حلو ايه يعني، في ايه يا جماعه يعني؟ طماطم مشويه وجبنه مشويه، بالنسبه لي المكرونه اللي بصلصه بصراحه كانت حلوه. بس هو انتشر ليه؟ الناس استغربت قوي، ايه ده اللي هو حط جبنه مع الطماطم في الفرن وتتشوي، اللي هو يعني حاجه. فهي الناس الاكله بتطلع ترند من كده، من الطريقه نفسها. عايزين نبص على الكيكه اللي في الفرن، وانا بكلم ايمان. يا ايمان، ايمان. يا ايمان، قالك شفاء ليه عامله ايه؟ ازيك يا ايمان؟ الحمد لله، اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله، انت عامله ايه يا ايمان؟ الحمد لله والله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، وانت طيبه، كتر خيرك. صحة سلامك ان شاء الله يا رب. الله يخليكي. عامله ايه انت؟ انا والله الحمد لله في نعمه الحمد لله. والله حبيت اعيد عليكي كده. الله يخليكي، كلك ذوق يا ايمان والله. والله بحبك قوي كده حبيبي. والله كلك ذوق يا ايمان، كتر خيرك. كتر خيرك يا ايمان والله، نورتيني. عايزين نقول البطاطس، البطاطس الشيبسي عملناها بطريقه حلوه قوي. بصوا يا جماعه الكيكه سهله، الكيكه اه حاضر. عينيا، ايه ده فعلا؟ ازاي؟ فين ال اه، تعالوا كده نبص. الله على الكيكه، عشان عايزين نفتح ونقفل عليها على طول. يلا بينا، يلا بصوا. محتاجه ملاحظه ان الفرن ده
ايه بقى؟ يعني ممكن يبقى مثلا ايه في عيب توزيع حراره شويه، فانا ببقى بحتاج ان هو الكيكه تتلف. حاجه تانية كمان ان انا ما ينفعش ان احنا نفتح على الكيكه قبل 20 دقيقه، 25 دقيقه. اللي انا عملته ده هو فات تلت ساعه، ما اعتقدش ان فات، غلطه، ما تعملوش كده. بس يعني انا حسيت ان النار عاليه شويه، انا كمان محتاجه ان انا اقلل حراره الفرن شويه، بس ما تعملوش زي كده. وهي فعلا عاليه على فكره، هي على 200 على فكره اهي. ام خالد. يا ام خالد. الو، ازيك يا ام خالد؟ ام فهد مش ام خالد. ام فهد، انا اسفه، هم اللي قالوا لي وعدلوا يا جماعه الاسم. ام فهد. ام شهد. ام شهد. ام شهد، انا اسفه يا ام شهد. الحمد لله، انت عامله ايه يا ام شهد؟ الحمد لله، انا بحبك جدا. الله يخليك، الله يخليكي، كتر الف خيرك. متابعاكي من على اليوتيوب من زمان قوي يعني. كتر، احنا عشره بقى يا ام شهد بقى والله. ايوه، وفرحت جدا لما جيتي للتلفزيون. يا حبيبه قلبي، يا حبيبه قلبي، كتر الف خيرك والله. حبيبتي يا شيف الاء، جميله جدا وزي القمر. كتر خيرك والله. كتر الف. فيكي شبه من اختي، كل شويه بقعد اتفرج عليكي عشان فيكي شبه من اختي. يا شيخه. والله كتر الف خيرك يا ام شهد والله. كلك ذوق، كلك ذوق، كلك ذوق. نورتيني، ماشي، نورتيني والله. بصوا بقى يا جماعه اهو الشكل ده. الفكره في ايه؟ ان هما ما بتتقدمش كده يعني. انت ممكن قوي، يا سلام لو تعمليها على فكره من بالليل وتحطيها في الثلاجه، بتحط في الثلاجه وكده كيكتنا خلاص خلصت. في بقى كمان بيعملوا طريقه تقديم كده، يعني بيغطوا يعني كل حته بفويل، حركات بقى، ما هم عايزين يعملوا اي حركات وخلاص. بس عادي اتقدمت كده تمام. بس انا اقول لكم ليه بيغطوها بفويل او بيغلفوا كده كل قطعه بفويل، وانا هعمل معاكم ده على فكره. ممكن حتى اعملها في الفاصل كده عشان اجيب كده اخواتي كده زمايلي كده يساعدوني. يا ام نجلاء. السلام عليكم. حاضر. يا ازيك يا ام نجلاء؟ ازيك يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا ام نجلاء؟ الحمد لله، وحشتيني قوي والله العظيم من امبارح والله. انت كمان وحشتيني. ربنا يطمن عليك يا حبيبه قلبي يا رب، وتديكي الصحه والعافيه يا رب، ويروق بالك يا رب يا حبيبي. امين يا رب العالمين. ويخلي لك يا سيدي حميش من افضل يا رب. يا رب امين يا رب يا ام نجلاء. امبارح انا ما كملتش الايداع ده على فكره، ان خط قطع من عندكم. معلش، حقك علينا، معلش. ربنا يديكي الصحه يا بنتي والله. حقك علينا يا ام نجلاء، انت منوراني على طول اصلا. الله يخليك يا رب يا حبيبتي، تسلم يا رب يا غالي. ممكن اطلب منك طلب حضرتك؟ طبعا، اتفضلي. كنت عايزه رقم حضرتك، ينفع ولا لا؟ حاضر، خليكي طب مع الكنترول. حاضر يا ام نجلاء، نورتيني وشرفتيني يا ام نجلاء. بصوا بقى يا جماعه، خلصت اهي، حلوه اهي وجميله اهي وشكلها حلو قوي. هقول لكم كمان هم قدموها ازاي، وهقول لكم كمان ليه عملوا حركه الفويل، بيغلفوا كل واحده كده في فويل. وهمسح بقى وهروق كده وهوضب كده وهرجع لكم تاني، وهنقول بقى بطاطس الشيبسي بقى، ونشوف التطبيقات والحركات بقى وبتاع وكده. فاصل صغير، استنوني يلا. رجعت لكم بعد الفقر والله. دقوها استاذ محمد. والله العظيم دقها. ايه رايك فيها؟ قال لي حلو قوي، وعلى فكره بقى كمان هي ما فتحتش في الثلاجه. بصوا بقى جماعه، فين الورق الفويل اللي احنا قطعناه لاستاذ جمال؟ قاعد يجيب مسطره وياه والله. اصل كان يعني انا قلت لهم ساعدوني، فايه بقى اللي حصل؟ ايه؟ استاذ جمال بقى المصور. الله، ايه ده؟ انت كمان قاعد بقى يعمل بقى، ولقيته مركز قوي وخلاص احنا الفصل هيخلص. اصل انت بتعمل ايه؟ معلش، بنقطع، بتقطع ايه؟ ما تيلا بسرعه، ده انت كده على طول، فانا مش هكسفه برضو، هستخدمها اهي. ويا ريتها اصلا معدوله والله العظيم، معوجه وحالتها حاله والله العظيم. عز وحته يمين وحته شمال كده، بس مش مشكله، حلوه برضو. بصوا بقى هما بيعملوا ايه، بياخدوا كده كل قطعه قبل ما يشيلوها في الثلاجه، بيروحوا عاملينها كده مغلفينها كده بفويل. ليه بقى؟ علشان هم مش عايزين الكيك، هم عايزين السوائل دي تفضل الكيكه كده شرباها تمام، وتكبسها قوي، بحيث لما تيجوا تاكلوها بتبقى عامله زي البودنج. اولا هي ريحتها جامده جدا، فهي فكرتها ان هم بيغطوها كده وبيشلوها في الثلاجه يعني بتاع ايه 3 4 ساعات كده خلاص.
بعد ما عدى بقى عليها، دي ما عداش بصراحه عليها 4 ساعات يعني، بتفتحيها كده حضرتك اهي، بتبقى يعني ايه اللي اصلا تخافي تمسكيها، بتبقى حلوه قوي قوي، وبتبقى الشاربه كده خليط الحليب والحليب المكثف واللبن وبتاع، ظريف كترند، ظريف حلو، مش مكلف قوي على فكره، مش متعب. يا منى، يا منى الو، ازيك يا منى؟ ازيك يا شيف، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله، انت كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبه قلبي. ايه رايك يا منى في الكيكه اللي انا بعملها دي؟ لا روعه، تسلم ايدك يا شيخه، كتر خيرك والله يا منى. والله تحياتي ليكي من وحده الغروب. من مين؟ متابعينك انا من سيوة. اهلا بيكي يا منى، اهلا بيكي، احنا بنحبك قوي. كتر خيرك يا منى، كتر الف خيرك والله، انت منوراني على فكره. الله يخليكي، ده النور كله. الله يخليكي، الله يخليكي حبيبه قلبي، نورتيني يا منى والله. نورتيني، شكرا يا منى. خلاص يا جماعة، كترند حلو، جميل، ظريف، مش مكلف، مش صعب. حاضر، ما تيجوا ننزل البوستات. حاضر، ثواني يا أستاذة نور بعد إذنك. ما حد قالها لي فأنا قلتها. احنا عايزين نشوف كمان الكيكه كده. ده البوست بتاع ده البوست بتاع الفيسبوك ده صح؟ لا ده بتاع الانستجرام. الله يا عندي بس مش شايفه. هو ده، الله على الكيكه، الله. ماشي، بصوا بقى على الكيكه، كيكه اهي، يا سلام ما شاء الله، شكلها حلو قوي. ممكن كده ايه، انا بصراحه بعرفها جميله، انا شايفه ان هي كده كويسه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم، معلش انا همشي بيها بس لهناك. ليه بقى؟ لان انا من الناس بصراحه اللي ما بحبش احط اي قوالب بايركس على الرخامه. ليه بقى؟ حد يعرف ليه؟ عشان ما يطقش. بس هو حتى ممكن قوي ان احنا الرخامه تبقى عليها نقطه ميه، يعني ما نكونش واخدين بالنا منها. حاجه تاني، ان الرخام دايما اصلا بطبعه ساقع بارد، فممكن تيجي الطوبه بقى في المعطوبه وبتاع والقالب بيبقى سخن، فبيطلع على الرخام الساقع، فبيبقى الموضوع مش ظريف. تعالوا نفتح البوست بقى، هو نازل صح؟ يا ريهام. الو، ازيك يا ريهام؟ ازيك يا شيفا، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله، انت طيبه حبيبه قلبي، الله يخليكي. ممكن اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا. المكونات بتاعه الكيكه تاني؟ عينيا الاثنين، وهقولها لك. كانت رايك فيها بقى الترند ده؟ احب بقى انا اللي ياخد ويدي معايا في الكلام كده. حاضر يا ريهام، حاضر. تمام، حاضر. الله يخليك يا ريهام، نورتيني والله، ده مرسى مطروح برضو. حاضر. الكيكه دي من انا قلت لكم بصراحه من الحاجات الحلوه، اللي تكت الحليب المكثف بالحليب بتبقى مختلفة قوي. هقول لكم على حاجة، عشان أنا بصراحة لما جيت فكرت إن أنا أعمل معاكم الترند ده، أنا دايما والله بأي حاجة بحب إن أنا آخد كده حتة اقتصادية شوية، فحاولت إن أنا أستغنى عن الحليب المكثف المحلى، لقيت لأ، هو الحليب المكثف هو اللي مدي طعم حلو وهشاشة للكيك كمان، خصوصا إن إحنا ممكن قوي إن إحنا نعمل الحليب المكثف على فكرة في البيت. أنا أعتقد إن إحنا ما عملناهوش مع بعض قبل كده. هعمله معاكم تمام؟ بس هو من الكيكات اللذيذه قوي. طبعا الناس اللي بتحب الايس كريم، ايه، الناس اللي بتحب الجوز الهند هتحب الكيكه دي قوي. لكن هو يا ريهام الكيكه طعمها حلو قوي، بس اهم حاجه ان هي تتغطس كويس، لازم تتغطس كويس عشان تبقى وانت بتاكليها ما تحسيش ان انت بتاكلي كيكه عاديه، لا كيكه كده متشربه وحركات وبتاع. مين؟ صافي. ازيك يا صافي؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ انا كويسه يا صافي والله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، الحمد لله، طيبة. وحضرتك طيبه. قوليلي، قوليلي يا صافي. ايوه، عايزه مقادير الكيكه ثاني بعد اذنك. عينيا الاثنين يا صافي. حاضر جماعه، ممكن ننزل بالمقادير كده؟ حاضر، ماشي، يلا بينا بقى نتسلى كده ونشوف كده. انا بحب قوي بقى الفقره دي بصراحه. يعني يسر ابراهيم، مساء الخير والسعاده. مساء الخير عليك يا مدام يسر. ممكن حلقه بسكوت للمدارس، ربنا يبارك لك. حاضر يا مدام يسر. عينيا يا جماعه الكيكه اهي، بنضرب البيض
مع السكر، انا مقلله كميه السكر شويه، وبعد ما يتضربوا مع البيض والسكر والفانيليا ننزل باللبن والزيت ونضرب، وبعد كده هيكون عندنا كوبايتين من الدقيق وكوبايه الا ربع من جوز الهند ومعلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه ملح. بعد ما تخلطي ممكن قوي تلاقي ان الخليط خفيف تزودي معلقتين من الدقيق، مفيش مشكله خالص. بنحطهم في فرن سخن على درجه حراره 180، الفرن شغال من تحت بس، بعد ما تطلع بنسيبها تهدى خالص، بنقطعها ونعمل خليط التغميس عباره عن حليب مكثف محلق وحليب عادي، بنخلطهم مع بعض ونغطس كل قطعة من الكيك في الخليط ده، وبعد كده بنحطها في جوز الهند ونحطها في التلاجة على الأقل 4 ساعات متغطية كل قطعة بفويل، نغطيها كلها مش عايزة حاجة تبقى باينة فيها. تمام؟ الحاجة أصيلة، صباح الفل يا شيف آلاء، ازاي حضرتك؟ كل عام وانت طيبه وبخير، عملت حلاوه مولد النبي جميله، تسلم ايدك وانا بتفرج على حلقه حضرتك. يعني تسلم ايديكي يا حاجه اصيله والله. توتت ايه؟ توتة ماما، توتت ماما، صباح الخير على القمر يا صباح الفل. ممكن الوصفات مكتوبه على الصفحه؟ شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيبه، الذوق وكيوت وجميله. شكرا يا توتة. الوصفات بتنزل اغلبها على فكره مكتوبه كده تحت، لو في ريل او حاجه. كمان الحلقات بتنزل مقاطع كده على صفحه البرنامج برضو. سلوى اللانشون، يا نهار ابيض يا سلوى، عملنا مع بعض اللانشون الاسبوع اللي فات، عملناه لحمه وفراخ، ارجعي يا سلوى كده وشوفيها. طيب صفاء، ازيك يا شيف؟ كنت عاوزه اسال عن الفوليه، عملتها وكانت مقرمشه ولما باتت بقت طريه والسمسم، ايه السبب؟ بصوا بقى، احنا في حلقه الحلويات المولد انا فعلا ما اتكلمتش معاكم عن طريقه الحفظ. طريقه الحفظ في حلويات المولد سواء انت شارياها او عاملاها في البيت ضروري قوي، لازم بعد ما تخلصيها مجرد ما تبرد لازم ان هي تتحفظ في حاجه تكون محكمه الغلق، لازم علشان ما تقدرش معاكي. حاجه تاني سبب ممكن قوي تكوني عملتيه، ان عسل العسل اللي انت عاملاه مقداره كتير على الكميه، كميه الفول او كميه السمسميه او كميه الحمصيه ايا كان بتعملي ايه. وانا قلت لكم وانا شغاله حسيت ان كنا بنعمل الفوليه، قلت لكم الفوليه كده محتاجه ان احنا نحط تاني بالنظر، انت هتعرفيها بالنظر. ضروري ان انت بعد ما تحطي الفول في خليط العسل اللي انت عاملاه ده ما تكوني مش شايفه خليط العسل اصلا في الحله، انت يكون قدامك بس الفول. فانت عندك سببين، طريقه الحفظ وهقولها لكم تاني، لازم بعد ما يبردوا يتحطوا في حاجه تكون محكمه الغلق. تاني حاجه ان ممكن تكون كميه العسل كتيره على كميه الفول او الحمصيه او السمسميه. طيب شذا حازم، انا بحب حضرتك جدا يا احلى شيف وتعلمت منك حاجات كتير وكل سنه وانت طيبه، مناسبه المولد النبي وانت طيبه يا شذا. الله. رحاب صالح، صباح السعادة عليك يا شيف آلاء، أنا رحاب من السودان، أهلا بيك يا رحاب. عملت الأزرف المحشية وطلعت الله عليها جميلة، جمال وحلوة حلاوة، وأكتر حاجة عجباني إني ما مسحتش الصينية بزيت ولا أي حاجة وطلعت الله أكبر عليها. الله عليك يا رحاب. نبين رحاب هنا أهي. آه يا أستاذ محمد، معلش نمسح بس، يلا اهي. حاضر. الأزرف المحشية احنا عملناها كده مع بعض، اعتقد حلقة سوشيال برضو كانت يوم الاثنين اللي فات او اللي قبله، لا اللي قبله تقريبا. تسلم ايديك يا رحاب يا سكرة، شكلهم يجنن، شكلهم حلو قوي بجد. يلا بينا معانا ام عبد الرحمن بقى. يا ام عبد الرحمن. ايوه. ازيك يا ام عبد الرحمن؟ عاملة ايه يا ام عبد الرحمن؟ انا الحمد لله والله. انت عامله ايه؟ ربنا يديك الصحه وطول العمر. الله يخليكي، نتعلم منك كل حاجه. طب خيرك، كتر الف خيرك والله، كلك ذوق. ربنا يعزك يا رب. الله يخليكي، تسلمي تسلمي يا ام عبد الرحمن، نورتيني والله وشرفتيني، شكرا يا ام عبد الرحمن. ندى، انا وابني بنتفرج عليكي، شكرا يا ندى ابراهيم، منوراني والله. ندوش، شوف آلاء بحبك جدا وعايزه اقول لك انك فيكي ملامح من زميلتي، شكرا يا ندوش. ده العيش الفينو وكمان المربى، الله. احنا نشوف ندوش بقى، نركز كده مع العيش الفينو بتاع ندوش، يجنن، حلو قوي، جامد قوي يا ندوش والله. تسلم ايديكي. يلا طيب الله، ده انت يا ندوش بقى، ده انت، لا ده احنا نركز على ندوش بقى، دي كمان عامله كب كيك المخطط. حاضر. تسلم ايديكي يا ندوش، تسلم ايديكي الحلوة، يجنن، تحفة. تسلم ايديكي قوي على فكرة، شكلهم حلو قوي. عملنا احنا
حلقة عملنا حلقة كب كيك كده، كانت حلوة قوي على فكرة. طيب يا إيمان، لولو ازيك يا إيمان؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. انت عاملة ايه يا إيمان؟ الحمد لله خير. الحمد لله. انت عاملة ايه؟ انا كويسة الحمد لله. وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي. والله وحشتيني قوي، مش عارفة اوصلك من ساعة ما كلمت. يا شيخة ده انت تنوريني في اي وقت يا إيمان والله. حبيبتي بنورك. الله يخليكي. قولي ايه الحاجات الجامدة دي؟ ايه رأيك يا إيمان بقى؟ هجربها. جربيها وكلميني قولي لي عملت معاكي ايه. حاضر، وهعمل المحشي النهارده. يا جامد، احنا هاجي بقى، ده احنا نيجي كلنا بقى وناكل المحشي. تعالي. وهعمل الكسكسي الاسبوع الجاي ان شاء الله. لا ده انت جامده بقى. لا انت تكلميني، اوعي تكوني بتقولي لي كده وخلاص. لا والله. عشان ما تكروتنيش يعني وبتاع، عشان بقى بتتكلمي على الهوا وكده. بعد ما تعمليهم تكلميني وتقولي لي عملوا معاكي ايه. عملوا معاكي ايه؟ حاضر. ماشي. يلا. ايه ده بجد؟ طب ما ناخدش تطبيقه كده. ملك جمال، بصوا بتقول عملت الباتيه بنفس العجينه بتاعتك وطلع حلو قوي، وحضرتك مثلي الاعلى، ونفسي ابقى زي حضرتك، هتبقي احلى مني يا ملك. يلا بينا على ملك. الله عليك يا ملك. سلام. حركات برضو ملك برضو. تسلم ايديك الحلوه. تعالوا بينا نروح لفاصل صغير وهرجع لكم تاني، استنوني. يلا. اهلا اهلا، رجعت لكم تاني. بصوا بقى، انا لفت نظري كده تعليق على الانستجرام كده بصراحه في الفاصل. بصوا الانستجرام يا جماعه، نيره بتقول احلى شيف الاء في البيت كله، عندنا بيحبك وبيسمعك، شكرا يا نيره. بشرى، السلام عليكم، انا من الجزائر، اختي بتحبك بالزاف وانا كمان بحبكم قوي قوي قوي. ابتسام بتقول انا بتابعك من ايران ومعجبه جدا بطبخك وطريقه توضيحك، لكن هل يا ترى اذا سالت سؤال راح تجاوبي عليه؟ لان كل مسأل شيف مصري محدش بيرد عليا. طبعا يا ابتسام، يعني قولي، انا قعدت ادور على سؤالك، اكتبي السؤال واكيد كل يعني هنجاوب عليه، بس انا مستنيه سؤالك اللي انت تكتبيه وان شاء الله طبعا هجاوبك عليه طبعا. طيب نور الايمان، نرجع بقى لبوست الفيسبوك. نور الايمان لسه منزله حالا صوره التطبيق، بتقول انا جربت الكب كيك بطريقتك طلع جميل. الله عليك. مين؟ نور الايمان. الله عليك يا نور الايمان. يلا بينا. حلو قوي. الله، تسلم ايديكي يا نور الايمان، شكله حلو قوي. استنوا. ام يحيى بتقول ايه بقى؟ شيف الاء، مش عارفه قبل بس ما ابدا في ام يحيى، كل اسبوع كل حلقه يوم اثنين بتجمع وصفات الحلقات كلها وبتنزلها. ام يحيى بتقول شيف الاء، مش عارفه اوصفك ازاي، لان حضرتك مش عارفه انت بالنسبه لي ايه، بجد حضرتك الوحيده اللي بترفعي عندي هرمون السعاده، وانت الوحيده اللي حققتي لي حلمي ان تطبيقاتي تظهر على التلفزيون، وكمان كتير عليا الكلام ده يا قمر الشاشه، واحب اعرف رايك. وياريت تسلمي لي على شيف وحيد لانه من بلدي اسيوط. ام يحيى فعلا شيف وحيد من اسيوط فعلا، ما اعرفش والله. حاضر، هوصل لك سلام. ام يحيى، اولا انا بقول يعني انت بتبقي فعلا بعت التطبيقات شكلها حلو قوي وشكلها جميل قوي، لكن انا مش تشجيع، ده فعلا دي حقيقه وانت شاطره. بصوا ايه ده، الله، حتى صورتي انا وياسين، انت جبتي منين الصوره دي؟ تسلم ايدك يا ام يحيى. طب بصوا بقى، انا عماله اتفرج على ست كوز. بصوا ام يحيى عامله ايه بقى، عامله حلاوه المولد. الله، برافو عليكي، برافو عليكي، عامله السمسميه والحمصيه والفوليه تمام اهي فوق اهي، وعامله لقيمات الجبنه تجنن، تحفه، عاملاها بالظبط، عاملاها زي الشكل اللي انا كنت عاملاها بالظبط على فكره. الله يا جامد، عامله فريسكا السمسميه، وعامله جلاش الطاسه، عاملاه بالشوكولاته والكريمه وبتاع، خطير، وعامله كيكه ايس كريم المانجا، يا جامد، شكلها جامد، شكلها حلو قوي. لا حاضر، لا معلش يا استاذ مهاب، لا ده اهم حاجه. ايوه، بصوا عامله ايه، الله، دي عامله حاجات كمان هناك، عامله الدجاج البارد المصنعات، وعامله الكيكه، وعامله استنوا، عامله الكب كيك الحادق كمان. برافو، برافو عليكي. بصوا بقى احلى شيف الاء واحلى ياسين. الله الله، لا انت مدلعاني يا ام يحيى، الله العظيم، مش عارفه اقول لك ايه. تطبيقاتك الاسبوع ده رائعه، خطيره تطبيقاتك. استني اعمل لك عليها لاف. استني يا هنا، لا القلب ده اللي هو بيحضن. يا هنا هاله يا هاله، هم اللي قالوا لي هنا. اه
ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا هاله؟ كل سنه وانت طيبه. انت طيبه يا حبيبه قلبي، كتر الف خيرك. والله اللي سماكي الشيف علاء مش غلطان. اللي والله يعني شكرا والله. الله يخليك. ما شاء الله عليكي وعلى طبخك وعلى حاجتك جميله جدا 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 ومعلمه كل الاجيال. يا نهار ابيض، ايه ده كتير قوي، ده كتير عليا والله. والله بصراحه لما الواحد بيتفرج عليكي بيحس ان الدنيا لسه بخير. ياه شكرا يا هاله والله. ما شاء الله عليكي، ربنا يخليكي لابنك يا رب ويديك الصحه والعافيه. كتر خيرك. ودايما كده منورانا ومن نجاح الى نجاح باذن الله. كتر الف خيرك، كلك ذوق والله. كل سنه وانت طيبه ويعاد عليك الايام بخير يا جميعا. رب انت والكاست كله وكل عيلتك وكل احبابك كلهم يا رب. جميعا يا رب يا هاله، كتر الف خيرك وكلك ذوق والله. كلك ذوق. بجد يا استاذ مهاب استنى. طب ما ننزل صوره الحاجه اصيله عشان ما تزعلش، عشان هي عامله لقيمات لقيمات الجبنه بس معلش، عشان الحاجه اصيله دي متابعانا برضو قوي. حاجه اصيله فكره يعني. لا لا بجد النهارده الحلقه عدت بسرعه قوي. الحلقه دي من احب الحلقات علشان احنا بنقعد نتكلم فيها كتير. عملت معاكم النهارده ترند الكيكه جوز الهند البارده اللي بتتحط في التلاجة، بتتحط في خليط تغميس كده حلو قوي. وعملت اهي الكيكه معاكم على الهوا، طبعا هي لسه سخنه ما ينفعش خالص ان احنا نشتغل فيها وهي سخنه، لازم نسيبها تبرد. جربوها، من الحاجات اللي بنصحكم قوي على فكره ان انتوا تجربوها، اعملوها ترند ظريف ولذيذ وسهل وما فيهوش اي خطوات كتير. حلقه خلصت النهارده، بكره ان شاء الله حلقه برده باك تو سكول، هنعمل فيها افكار حلوه قوي قوي للاطفال. ما تنسوش تشوفوا الاعاده ان شاء الله الساعه 8 وربع بالليل و3 ونص الفجر، وبكره من الساعه 1 ل 2 وبس كده. هتوحشوني، باي باي. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.